يقول السائل: هل يجوز للمعتكف الخروج لأمر هام مثل الذهاب لحجز تذكرة الطائرة؟ الحجز بإمكانه يوكل واحد، ينوب واحد ويحجز له، ما هو ضروري أنه يطلع هو، يوكل واحد من إخوانه ولو بالأجرة، ولو يواجر واحد يروح ويحجز له. والحجز اليوم الحمد لله متيسر بالتلفون، تلفون بالجوال، بالتلفون تتصل على الحجز وتحجز وانت في معتكف.